وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. وأشهد أن لا إله إلا الله، ما من عبد يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه إلا صعدت إلى السماء دون أن تنتظر ملكا يكتبها فتسجد تحت العرش فيقول لها الله تبارك وتعالى اسكني يا لا إله إلا الله، فتقول لا إله إلا الله يا رب اغفر لقائلها، فيقول الله وعزتي وجلالي ما أجريتها على لسانه مخلصا بها قلبه إلا وقد غفرت له. يا رب حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلب الصابر، إن تكن راضيا علي فإني يا منى القلب قد بدا إسعادي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أخلص الناس قلبا وأعظم الناس خلقا، يقول لأنس بن مالك يا أنس إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، الدرس 56، وعندما انتقلت إلى جامعة العقائد الإسلامية وفي قسم الإيمان أردت اليوم أن أستدعي أستاذا يحمل شهادة الدكتوراه ويعمل أستاذا في كلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة. أستدعيه الآن لأناقشه الحساب أمام رسول الله، والله على ما أقول وكيل وشهيد. أستاذ يخرج الأجيال من تحت يديه ليقود سفينة مصر، هذا الأستاذ نشر مقالا في جريدة الوهران تحت عنوان معركتنا والتفكير اللاعقلي، وجاء الشباب يسأل فيما قال الأستاذ، ورأيت من واجبي أن أرد عليه مهما كان قدره ومهما بلغ شأنه، فالحق حق أن يتبع، والساكت عن الحق شيطان أخرس. معركتنا والتفكير اللاعقلي، أولا أريد أن أحيط سيادتكم علما بأنه نشر هذا المقال فقرأته سطرا سطرا وكلمة كلمة فلم أجده ذكر الله مرة واحدة في مقاله. معركتنا والتفكير اللاعقلي، وعندما قرأت العنوان وقرأت كلمة اللاعقلي قلت لعل الرجل يقصد مقترحات إسرائيل،
فان لاسرائيل مقترحات في حل المشكلة تقول فيها يجب انسحاب القوات المتحاربة الى خطوط 5 اكتوبر كما يقولون، اي ان تنسحب قوات مصر من الضفة الشرقية من سيناء، وتنسحب القوات الاسرائيلية من الضفة الغربية الى سيناء. هذا تفكير لا عقل. قلت لعل الرجل يقصد مقترحات اسرائيل ان تقام منطقة ملزوحة السلاح على ضفتي القناة تبعد 10 كيلومترات من الجانبين. هذا تفكير لا عقل. قلت لعل الرجل يقصد مقترحات 42 عضوا في بريطانيا ارادوا ان يحلوا مشكلة مصر، فقالوا يجب ان تظل سيناء منطقة عالمية منزوعة السلاح نقيم فيها قواعد قوات الطوارئ الدولية ونجري في ارضها تجارب الري. لعل الرجل كان يقصد ذلك. ولكنني عندما بدأت اقرأ المقال رأيت كل ما يغضب الله في كلامه. اسمعوا الى سيادة الدكتور ماذا يقول. يقول لقد كنت افهم وان كنت لا استطيع ان اغفر. سيادته يفهم ولكنه لا يغفر. بيده المغفرة وبيده الرحمة. حمل حملة شعواء على الذين قالوا بعد حرب 67 ان سبب النكسة هو بعدنا. قال هذا تفكير لا عقلي. بعدنا عن التقوى ليس سببا في النكسة. اذا فماذا كان سبب النكسة؟ قال سببها مؤامرات الصهيونية واننا لم نعمل حساب الحرب ولم نعد للحرب عدتها. اكان يستطيع ان يقول هذا الكلام امام شمس بدران او صلاح مصر؟ انما يقول هذا الكلام بعدما زلزل الله الارض تحت اقدام مراكز القرى فظهرت رؤوس تدعي انها شجاعة. واين كانت هذه الشجاعة ايام كان هناك مراكز القرى؟ يلقي باللائمة على الذين قالوا ان البعد عن التقوى هو سبب النكسة، ويضيف قائلا لو كان البعد عن التقوى سببا في النكسة فان اسرائيل اشد بعدا منا عن التقوى. وانا اقول له هل فهمت معنى التقوى؟ ما هي التقوى؟ التقوى كما ذكرها الامام علي كرم الله وجهه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هل فهمت يا دكتور ان التقوى هي ان نترك السلاح والتدريب؟ لا. ان الحبيب محمدا يقول فاذا لقيتم العدو فاثبتوا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. والقرآن الكريم ينطق بصراحة واضحة فيقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اذا فليس تقوى الله ان نجلس ولا نعمى. واذا كانت اسرائيل ابعد منا عن التقوى فانني ارد عليك بما قاله امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يوجه الجيش المحارب في جبهة فارس فيقول لسعد بن ابي وقاص يا سعد اوصيك ومن معك بتقوى الله فوالذي بعث محمدا بالحق اني لا اخشى على الجيش من عدوه انما اخشى على الجيش من ذنوبه لاننا اذا عصينا الله تساوينا مع العدو في المعصية وزاد علينا في العدد والعدد فهزمنا. اسمع يا استاذ الجيل
ولكن الذي نصر اليهود علينا اننا تساوينا معهم في معصية الله. نشرب الخمر كما يشربون. نلعب الميسر كما يلعبون. ناكل الربا كما ياكلون. اذن فليس سبب الهزيمة كما تقول مؤامرات الصهيونية. انما سبب الهزيمة هو بعدنا عن الله. والذي لا اله الا هو. لو اننا استرحنا مع الله لنفق الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل. يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل. ما الذي يقول هذا الكلام هو سيدنا محمد. وما الذي ينطق انه الحجر. وعلى من ينادي على المسلم. وانتقل الدكتور فؤاد زكريا بعد ذلك فيقول والذي لا استطيع ان افهمه ولا اغتفره اننا بعد حرب 73 ظهر ناس يقولون اننا انتصرنا بسبب قوى غير منظوره. وحمل الدكتور على الذين قالوا ان المعركه كان فيها عنايه من الله. قال اننا لم ننتصر بسبب قوى غير منظوره انما انتصرنا لسبب هو العلم والايمان. واخذ سيادة الدكتور يشرح لنا ما هو العلم وما هو الايمان. اسمعوا ماذا قال سيادته ويا بئس ما قال. قال ان العلم هو التدريبات المستمره على السلاح وبسالة الجندي المصري. واما الايمان اسمعوا اسمعوا لتروا ما نعيش فيه. هل انتهت المعركة يا دكتور فؤاد حتى تقول هذا الكلام؟ ان المعركة الان دخلت طريقا مسدودة. اسمعوا تفسير سيادته في الايمان. عندما هبط الامين جبريل على حبيب الله. هذا هو الايمان الذي نعرفه. قال النبي محمدا ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث والقدر. فماذا قال سيادة الدكتور في تعريف الايمان؟ قال ان الايمان هو الايمان بتحرير الارض ومسح عام 67 والقضاء على اسطورة الجيش الاسرائيلي لا يهزم والايمان بعدالة قضيتنا. ولم يذكر في تعريف الايمان ذكر الله رب العالمين مرة. ليس الايمان كما بينه رسول الله محمد. انما هناك ايمان مجل 73 نزل به السيطرة على سيادة الدكتور. نزل به الوحل. ايمان الحبيب محمد ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اما الايمان عند صاحب العقيدة عند استاذ كلية الاداب فيخلو من الايمان بالله. يخلو من الايمان بالله لان هؤلاء الناس درسوا قانون ماركس الذي يقول في المادة الاولى لا اله والحياة مادة. يقول جوليان هكسلي ليس هناك في الوجود الا البطن والمعدة. ويقول فريدريك انجلز ان الضعف والحاجة هما اللذان دفع الانسان ان يصبح
تفكر في وجود اله، ولكن الحقيقة انه ليس هناك اله. لا اله الا انت يا رب، وسعت رحمتك كل شيء، ولقدت حتى بالكافر وقلت يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم احي بخلقهم، افيعنيني رغيف اسوقه اليك كل حين؟ ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. قال ابراهيم لربه رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فقال له الله تعالى ومن كفر، ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. حمل سيادة الدكتور على الذين قالوا ان هناك قوى غير منظورة لولاها ما نصرنا الله في عبور القناة. وانا اقول لسيادته ان كان هناك ناس يقولون ان ملائكة هبطت في المعركة فهم الذين يتحملون مسؤولية ما يقولون امام الله، ويوم تنزل علينا الملائكة في المعركة فنحن قد بلغنا من الصخر مبلغ السحابة في سمائها، ولكني اقول لك ان الملائكة نزلت فعلا مع السيد الجليل محمد. محمد ابن عبد الله نزلت مع رسول الله. وكيف تقول هذا الكلام يا سيادة الدكتور ولو قرأت الحديث الذي كتب في الاهرام يوم الاحد الماضي مع رئيس تحرير الاهرام؟ اسأل الله له الهداية، الله ان يهدي صاحب الجلالة الاستاذ محمد حسنين هيكل. نشر حديثا للقائد العام للقوات المسلحة فقال القائد العام في حديثه ان الكلمة السرية لحرب العاشر من رمضان كانت بدرا تيمنا بغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ هذه الكلمة يا دكتور؟ كلمة سرية لمعارك سيناء بدر، والذين يؤمنون بغزوة بدر لابد أن يؤمنوا بنزول الملائكة مع رسول الله في بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت الأحداث يوم بدر كان يجلس مع ابي بكر الصديق فاخذت النبي غصوه، نامت عيناه واذا نامت عيناه لا ينام قلبه، فلما افاق قال اذكر يا ابا بكر. قال ابو بكر مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. قال له الحبيب المصطفى انني ارى الامين جبريل الان اخذا بحنان فرسه على راس الف من الملائكه يقودون الحرب مع المسلمين. اذا كنت تسميها يا دكتور قوم غير منظوره فانها غير منظوره عندك، لان الصبران على قلبك، اما هي فمنظارة للقلوب المؤمنة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني رقم 9
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقبل أن تنزل الملائكة يوم بدر يا دكتور لتحارب مع النبي محمد، الله تعالى زودها بالتكتيكات العسكرية اللازمة، فقال وهو أصدق القائلين: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. يا دكتور ماذا تقول في هذه القوة التي تسميها غير منظورة؟ نعم، وما يعقلها إلا العالمون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وأراد بعد ذلك أن يوقع دسيسة بين الذين يقولون بالتقوى والإيمان بالله وبين أفراد القوات المسلحة التي حضرت سيناء، فقال سيادته: إننا إذا قلنا أن النصر جاء على أيدي قوى غير منظورة فقد جحدنا جهاد أبطالنا وأنكرنا شجاعتهم. وانا اقول له: اروح نفسك، فانك لو زرت الافراد الذين حضروا القناة لوجدتهم اشد الناس ايمانا بالله. واليك على سبيل المثال هذه الامثلة: الشهيد عبد الفتاح مرغني تاج الدين جاء من الميدان جريحا لانه كان مع اول الحاضرين، ولما علم ان ملك الموت يرفرف عليه ليستلم الامانة الغالية الى جنات ونهر ليعيش في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ماذا قال ذلك الشهيد؟ اسمع يا دكتور. جاء الشهيد بابيه وقال له: ان لي في بلدي قطعة ارض كنت اريد ان ابني عليها بيتا اعيش فيه، ولكنني اوصيك ان تبني عليها مسجدا يذكر فيه اسم الله، وتبني عليها مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم. ما رأيك في هذا يا دكتور؟ ماذا تقول في هذا الخبر الذي نشره الاخبار على لسان جرمتين مندوب وكالة روتر؟ قال ذلك الخواجة: ذهبت الى القوات المصرية في المواقع المتقدمة في سيناء، وعندما جاء الليل ببرده القارس خرجوا متدثرين، وكان السكون يخيم على المواقع، وفجأة سمعت صوتا يهتك حجاب السكون يقول: الله اكبر الله اكبر. فسألت: ما هذا؟ فقيل لي: انه اذان العشاء. ما رأيك يا دكتور؟ اهؤلاء شباب ينخدع بسمومك، ينخدع بهذه السموم الناقعة؟ ويضيف الدكتور في نهاية المقال ان اسرائيل تناقض الحضارة العصرية لانها تقوم على الدين، واذا نحن قلدناها في هذا رأينا انفسنا نقف على ارض هشة. يعني لو نادينا بالدين والحكم بالدين فسوف نصبح واقفين بنفسك. كيف تقول هذا الكلام وتناقض نفسك؟ الم تقل ان اسرائيل انتصرت في 67 ثم بعد ذلك قلت انها تقوم على الدين؟ اذا فالدين ينصر، فكيف تناقض نفسك؟ وهل دين الاسلام كدين اليهودية؟ هل دين الاسلام يقول عزير ابن الله؟ هل دين الاسلام يقول يد الله مغلولة؟ هل دين الاسلام يقول ان الله فقير ونحن اغنياء؟
ان دين الاسلام هو دين التوحيد، دين الاسلام دين ودولة. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ونادى الدكتور باعلى صوته ان يكون هناك فصل بين الدولة والدين، واراد ان يتسلسل زيادته، فقال يجب ان ندعو الى العلمانية والى العقلانية. فما بالك يا دكتور بان الذين يناصرون اسرائيل يدعون الى العلمانية ويدعون الى العقلانية، فاذا لم نكن نحن على حكم الله ورسوله فلا قبل لنا بهم. اسمع الى هذا الحديث الصحفي الذي دار بين بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل وبين الصحفي الامريكي هيرمان ووك. قال هيرمان لبن غوريون: ما الذي جمع بينكم من فتاه الارض في اسرائيل؟ فقال له بن غوريون: انه الدين، الدين الذي ابقى على الاباء والاجداد سيبقي على الابناء والاحفاد. واسمع يا دكتور الى قول وزير الدفاع الاسرائيلي، يقول ان اسرائيل قامت على ثلاثة مقومات: التوراة وارض المعاد والشعب اليهودي. اذا كان هؤلاء يدعون الى التمسك بالتوراة، افلا ندعو نحن الى قرآن يقول فيه تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يا دكتور هذه نصيحتي اليك، فاذا هداك الله فذلك ما كنا نبغي، وان لم يهدك الله فاسأل الله ان يقي الشباب من سمومك. وقبل ان انهي حديثي معك اريد ان اضع هذه الملاحظات الثلاث. الاولى: كان بيانك غامضا كالليل. الثانية: خلا بيانك من ذكر الله، وكل كلام لا يذكر الله فيه فهو باطل. الثالثة: اوجهها الى رئيس تحرير الاخوان، اقول له فيها: لم يكن هذا الوقت وقت نشر هذا الكلام، ليس الوقت مناسبا لنشر الالحاد على صفحات الجرائد. فإن كنت يا هيكل تريد أن تبتغي فتنة وبلبلة في عقول الشباب فإلى الله أشكوك، وليس هناك أقوى من الله. ولماذا عندما نشرت رد بعض العلماء على مقال الدكتور فؤاد، لماذا قلت أنشر مختطفات ولم تنشر الردود كاملة كما نشرت مقال الدكتور كاملة؟ ثم ذكرت تعقيبا للدكتور بعد الرد، وكان التعقيب متجاهلا كل الجهل ما قاله القائد العام للقوات المسلحة بأن كلمة السر في معارك سيناء كانت بدرا. يا دكتور اتق الله ولا تأخذك العزة بالاسم، وبادر بالرجوع الى الله، ان بطش ربك لشديد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدياد لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله
خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انتقل بكم الان على جناح من نور الى مسجد نبينا محمد، واقدم هذا الحدث الجليل هدية الى سيادة الدكتور فؤاد زكريا. كانت قوات المسلمين المسلحة تخوض المعارك في بلاد فارس، وكان يقودها لواء الاسلام ساريه بن حصن. القائد لواء الاسلام ساريه الزمان خلافه الفاروق عمر، الان يصعد عمر بن الخطاب على منبر المصطفى ليخطب المسلمين، واثناء الخطابة انقطع الارسال فجأة، واذا بعمر ينادي باعلى صوته ويقول: يا سارية ابن حصن الجبل الجبل، الزم الجبل يا سارية، اعتصم بالجبل يا سارية. ثم يعود الارسال مرة اخرى يذيع برامجه على موجات السماء والارض طويلها وقصيرها ومتوسطها، وينزل عمر فيصلي بالمسلمين، وبعد الفراغ من الصلاة يحلو به علي بن ابي طالب فيقول له: ماذا كنت تقول يا امير المؤمنين عندما قطعت الخطابة؟ فيقول له عمر: وماذا كنت اقول؟ قال علي: سمعناك تنادي على سارية وتقول له الجبل الجبل، نحن نعلم ان سارية على ارض فارس، على ارض ايران، فهل يسمع نداءك يا امير المؤمنين؟ فماذا حدث على الجبهة هناك؟ انتقل الان الى بلاد فارس لاجتمع بسارية واسأله هذا السؤال. سارية ينادي على قواته ويقول: اعتصموا بالجبل، فانني سمعت عمر ينادي علي. ويقول: يا سارية الجبل الجبل، وما يظن هذا الا من فوق منبر رسول الله. ويعتصم الجنود بالجبل ويكسبون المعركة كعادتهم، ويعود سارية فيسأله المسلمون: اسمعت شيئا اثناء القتال؟ فيقول: سمعت عمر ينادي ويقول: يا سارية الجبل الجبل، ولولا نداء عمر لفوقنا العدو. لغة لا تلك القلوب يا دكتور، انها القلوب اذا صفت، انها القلوب اذا انجلت، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. تقي فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. واذا كنت تلميذا لفرانسيس بيكون في الملاحظة والتجربة، او ما قرأت قانونا يسمى قانون الاحتمال، يؤتى بالتجربة وباسبابها ونتائجها ويختلف الوضع، فما الذي جعله يختلف مع توفر الاسباب والمسببات؟ انه الله. واذا كنت يا دكتور تقول اننا انتصرنا لاننا دربنا جنودنا مئات المرات ورصدنا الجسور وكانت الاسلحة دقيقة، فخبرني بربك، الم يكن في المعركة الا المدافع والدبابات؟ الم تعلم ان في المعركة سلاحا استعمل لاول مرة وهو سلاح البترول؟ فاذا كنت يا دكتور صنعت المدافع والدبابات فخبرني بربك، من الذي خلق البترول في باطن الارض؟ انت الذي صنعته،
انت الذي صنعته بعلمك وايمانك بتحرير الارض. الايمان رقم 73، ان تؤمن بتحرير الارض. ما الايمان؟ قال ان تؤمن بتحرير الارض وان تؤمن ببسالة الجندي وان تؤمن بان تزيل شبح الهزيمة في 67. ما هذا الايمان؟ اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. ما هذا الايمان الجديد؟ انها فلسفة كلية الاداب. واين الاداب التي نعيش فيها؟ اهذا هو الايمان؟ من الذي خلق البطولة في باطن الارض؟ قال تعالى وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ان الله عليم حكيم. ويقف ملك السعودية بالامس يعلنها في سمع الزمان ويقول سيظل البطول مقطوعا حتى نحقق 3 مطالب. المطلب الاول عودة المسجد الاقصى ومدينة القدس المسلمين. المطلب الثاني انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي المحتلة. المطلب الثالث تحقيق حقوق شعب فلسطين المحرر. فماذا فعلت قنبلة البترول؟ فعلت كثيرا. الفلبين التي كانت تسبح المسلمين وتقطع اذانهم وعنوفهم، اذا بالرئيس ماركوس يرسل سفيرا مسلما الى ارض الحجاز ويفاوض المسؤولين في الحجاز ليتعطفوا على رئيس الفلبين الذي كان يذبح المسلمين تذبيحا، الذي ترك البعوض ياكل المسلمين ولم يرضى ان يستعمل المبيدات الحشرية مع المسلمين حتى يموتوا بسبب الحمى. لما قطع البطول اذا بالفلبين تركع امام ارض الحجاز، تركع امام ارض الحجاز لان السيارات في الفلبين تقف صوابير طويلة، وبالليل ممنوع قيادة السيارات، وهناك سيارات للجيش تجوب الافاق لتزود السيارات التي نفد وقودها في الطريق. ماركوس الان يسجد امام المسلمين، وهو الذي وجهنا اليه الرجاء ان يرفع يده عن تقتيل العصفور فابى. كيسنجر الوزير اليهودي يقول اذا زاد الضغط على امريكا من جهة البترول فاننا سنجد انفسنا مضطرين الى ردود مضادة لهذا العمل. يوعد ويهدد لان شدة البرد لسعته في صدره. هذا هو البترول. اليابان تنذر اسرائيل بانها ستتخذ اجراءات معها. فرنسا وانجلترا يعقدان اجتماعا لاجل ان يردوا على موقف امريكا. المانيا الغربية تقول لاول مرة نواجه ازمة كهذه، فيا ملك السعودية توكل على الله ولا تخف الا الله، والله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها اكفاء، والدين نصر والخلافة بيعة، والامر شورى والحقوق قضوا. من الذي سخر لنا البترول في باطن الارض؟ ان الحبيب محمدا وهو رجل الاقتصاد الاول كان يقول
التمس الرزق في خبايا الارض. التمس الرزق. البترول عصب الصناعات وغذاء الحروب والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية وعلى صحافتنا واذاعتنا ان تكون على مستوى المعركة. المعركة الان دخلت في طريق صعب وشديد وهدف معي. تنشر الاخبار يوم السبت ان اسرائيل تطالب بانسحاب القوات المتحاربة الى خطوط 5 اكتوبر. وتحت هذا الخبر المؤلم يقولون اعلانا عن مدرسة المشاغبين، مدرسة المراهقين، سلة المراهقين. هل وقت الحرب تكون هناك مراهقة؟ اذا كنا حتى الان لم نكمل المعركة وندعو الى الفساد والافساد، فماذا نفعل مع الله لو اننا اكملنا المعركة؟ ماذا نفعل؟ يا ايها الناس اصدقوا مع الله، اتقوا الله. فيلم لعبة الحب لماذا يذاع على الشاشة الصغيرة؟ لعبة الحب رجل متزوج ولكن له علاقة مع بنت عمه يحبها على زوجته. أهذا الكلام يقال لبناتنا وفتياتنا؟ فيلم لعبة الحب يذاع يوم الاثنين الماضي على الشاشة الصغيرة على شاشة المستديون. اتقوا الله، اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله. ان الزبير بن العوام رضي الله عنه لما جاء مع الجيش الذي سيفتح مصر هجموا على الرومان في معركة وتأخر النصر قليلا، فقال لهم الزبير انما تأخر النصر لاننا قد نسينا سنة من سنن رسول الله. هؤلاء هم الذين سيخوضون المعركة مع ذئاب اسرائيل. ان اسرائيل ولاية رقم 51 من الولايات المتحدة الامريكية. ان المعركة تحتاج الى مضاعفة الجهد. ان المعركة تحتاج الى قوة الايمان. لا اقول ايمانا كايمان الدكتور فؤاد، انما ايمانا كايمان ابي بكر وعمر. المعركة في حاجة الى رجال، في حاجة الى يقظة. ونحن الان على ابواب مؤتمر قمة يعقد في الجزائر تجتمع القلوب على ماذا يفعلون، وارجو من المجتمعين ان يضعوا خطاب الله بينهم ويعاهد الله تعالى على تحقيق احكام كتابه حتى ينزل الله علينا المدد على رغم انف الدكتور. يا معاشر السادة، اسأل الله لي ولكم الرعاية والعناية، اسأل الله لي ولكم الاخلاص والصفاء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اغفروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.